لو انت طالب او ولي امر وبتعمل البحث فالفيديو ده يهمك، وفي نهاية الفيديو هقولك على حاجة مهمة جدا علشان بحثك ما يترفضش وتلاقي نفسك مضطر انك تمتحن وإلا تعيد السنة. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنبتدي هنلاقي قصادنا صور، وقصاد كل صورة جمل بتتكلم عن الصورة دي، وتحته خالص هنلاقي المصدر بتاعنا، اسم الكتاب، رقم الصفحة، اللي هو لو انا نقلت اي جملة او اخدت جمل من هنا بشكل شايف انها تخدمني في فكرة البحث، المفروض في نهاية البحث بكتب في المصادر بتاعتي المصدر بنفس الشكل ده. طبعا مش شرط ان انا هنقل نفس الجمل، انا ممكن اغير اسم الاسماء الفاعل او الاسماء اللي في بداية الجملة وصيغ الجملة بشكل تاني يخدمني في فكرة البحث. ودي طبعا اسئلة سؤال وجواب، برضو ممكن استفيد بجملة، وبرضو مش شرط ان انا هنقلها زي ما هي، يعني ممكن اعمل جملة بنفس الشبه او بشكل مقارب ليها، بحس ان انا يعني تساعدني في الموضوع اللي انا بتكلم عنه في البحث نفسه. وبعد شوية هقول لكم ممكن نعمل ايه غير الجمل دي. ودي طبعا المحادثات برضو ممكن ان انا استفيد بيها، وطبعا دي الكلمات بتاعتنا لو انا حبيت ان انا اصيغ الجمل بطريقتي او انا اكتبها مش اللي انا انقلها، الكلمات دي هتفيدني جدا في بناء جمل اللي انا اكتبها بنفسي. ودي طبعا بعض الخطوات اللي هتساعدنا في تكوين الجمل اللي عنده مشكلة انه يكون جملة بشكل سليم وبعلامات ترقيم سليمة، لان علامات الترقيم من احد شروط قبول البحث، فالخطوات دي هتساعدنا جدا. وده طبعا كمان باراجراف عن الماء، ده هنلاقي المصدر بتاعه في فيديو اولى اعدادي، وده كمان هيفيد مجموعه الابتدائي، لان الحاجه اللي انا حبيت اقولها لكم اللي قلت لكم اقولها لكم بعد شويه هي ان الابتدائي ممكن ما يستفدش كمان بالفيديوهات بتاعته، لا يستفيد بفيديو الاعدادي، يعني يدخل في فيديوهات الاعدادي هيلاقي باراجرافات كتير هتفيد الافكار بتاعته في البحث بتاع الابتدائي زي الطاقه والماء والسياحه الى اخره. ونفس الكلام الاعدادي ممكن يستفيد بستة ابتدائي، فيديو ستة ابتدائي هيلاقي برضو مواضيع زي تاريخ الكمبيوتر وتاريخ التلفزيون، ممكن يفيد الفكرة بتاعته في بحث التكنولوجيا. فانا مش شرط ان انا ادور في الفيديو بتاعي بس، لا انا هلاقي حاجات في السنين التانية. طبعا روابط الفيديوهات دي كلها هتلاقوها في الوصف او الديسكريبشن، يعني اضغط على عنوان الفيديو هيظهر لك كل روابط الفيديوهات دي بحيث تقدر تدخلها بسهولة وتشوف منها الموضوع، تشوف بقى كل المواضيع اللي فيها اللي ممكن تساعدك في موضوع البحث بتاعك. طبعا لو عجبك حاجة في الفيديو توقف الفيديو او ان انت ترجع تاني تشوفها مرة تانية، والباراجرافات دي كلها سيبها لكم في رابط تقدروا تحملوها ان شاء الله تحت الفيديو برضو. وفي نهاية الفيديو الحاجة المهمة اللي قلت لك هقول لك عليها علشان البحث بتاعك ما يترفضش وتضطر وتلاقي نفسك لازم تمتحن وإلا تعيد السنة، هي ما تخليش حد يستغلك أو يضحك عليك ويقنعك إن البحث صعب وإنك مش هتعرف تعمله لوحدك وتضطر إنك تروح لأي حد مهما كان سايبر أو أيا كان الحد اللي أنت رايح له وتخليه يعمل لك البحث، لأنه زي ما هيعمله ليك هيعمله لغيرك ومش هيغير إلا كلمات بسيطة ما بين كل بحث والتاني. ودلوقتي بقى فيه تولز على السيستم عموما تقدر تعرف الابحاث المتطابقه وتحسب عدد الكلمات المترادفه بين كل بحث والتاني، فليه تحط نفسك في موقف زي ده وتتفاجئ تلاقي بحثك اترفض والابحاث اللي اتعملت كلها اترفضت في حين ان الموضوع سهل جدا، وتضطر بعد كده تلاقي نفسك لازم تمتحن عشان تنجح وتخش في دوامه كبيره. فالموضوع سهل، لو انت لسه مش عارف ازاي تعمل البحث او مستغرب الموضوع، في فيديوهين نزلتهم قبل كده شرحت فيهم شرح مطول ومبسط لكل تفاصيل البحث، اي حد مهما كان لو سمعه مش هيلاقي اي حاجة صعبة بعدها فعمل البحث، هتلاقي الفيديوهين في الرابط في وصف الفيديو، يضغط على عنوان الفيديو هيظهر لك الديسكريبشن او الوصف تقدر تشوف الفيديوهين، ولو في اي حاجة صعبة تقدر تبعت لي رسالة الصفحة او تسيب لي تعليق بيها وانا هساعدك على طول. ما تنساش تشترك في قناتنا وتعمل اعجاب للصفحة، وبالتوفيق ليكم، سلام عليكم.